والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم، يا أهلا وسهلا. اليوم عندنا مشروع كيف نسوي سلسلة مطارات. طبعا افتكينا شوي من زحمة مطارات جديدة نزلت وهاي الأمور، وسوينا المرة الماضية مدينة سكتون وسوينا لها شارع عجيب فنان، بس ما أعرف هل هاي المزرعة بتقدر تغطي كل هذا ولا ما تقدر تغطي. لا أوكي، قاعدة تصدر صدقون حق الاثنين. ها اوكي، قاعد تصدر حق الاثنين، نايس. معناه اذا زدنا في سكتون الزحمة بيكون وايد زين، على اساس اللي عندنا هني لازم نستثمر في المكان شوي. اي مكان تصير فيه لازم نستثمر على اساس بسيتهم طيارة عشان يروحون يردون اكثر. اربعة، لا اربعة بس 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 اربعة بس يا اربعة بس. هل الحين قاعد تشاور احطي هني تساعدوني حق السكان، وحطي ترام او باصات توديني واحدة من محطات الباصات، ولا توديني محطة الباص هاي. اوكي، باص بس من المطار، واسوي طيارة واحدة حق مدينة علي. مشكلة مدينة احمد طه بعد تستاهل لانه زحمة عليها، وما ادري اذا في حد، لان اكيد في حد يسافر على الطيارة وهي المدينة احمد طه هني. فالتعقيد كله الحين انا كيف قاعد احاول ازيد الكثافة السكانية في مدينة واحدة، ومش ملحق على فكرة. يعني حاليا اللي قاعد اسويه ما يكفي، اللي قاعد اسويه ما يكفي صراحة، لان هذا سنتج فل، هذا قاعد ينتج فل، ومش ملحق. فالمدينة ما قاعد تكبر أكثر الحين، مع أني أحتاج فيول أكثر عشان تكبر، مع أنها بتكبر تدريجيا، بتكبر لابد منها. أمي 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 نايس. في وايد ناس هني، في ناس رايحين سكتونة، ما دخل فيها أكل؟ إذا دخل فيها أكل بيزيدون ناس. زين إذا يبلهم فيول، مشكلة الفيول كله قاعد أستعمله أنا، اللي هو هذا واللي هنا كله قاعد أستعمله. ايش هاد امية؟ في احد وراه دايركت؟ هالثنين هالثنين مش هاي، لا هذا صفر، ثالث وين؟ في سفينة ثالثة وينها؟ اختفت شو؟ ما اعرف. اوه 28 جايين. ها هل معقولة قام يدخل؟ لحظة خلنا نشوف. 28 بيبدأ يدخل فلوس. هذا 4 بس بس. حلو حلو الشغلة، حلو ترى تكون فنانة. إذا أكبر ال ما اقدر اكبر المينا، ما في مكان اكبر فيه المينا، المينا صغير اصلا. بس ما عليه، ما متحمل زحمة اكثر من هاي، يمكن احتاج مينا ثاني. بس ما عليه ذلك. اوكي وين هاي فيصل تولز؟ خلينا نبدلهم. اول كارغو ريبليس، طالع خلينا نشوف كل الكارغو مالنا نسوي لهم ابجريدز. 1,700,000 اوف. أح 8 مليون. هاي 2 وشي مليون، وايد والله مش رخيص. هاي لازم بجريد صراحة، هاي المخاطر بجريد يبالهم، بس غاليات، بس هاي الجدام وايد خلاص. يعني هاي غير صالحين للاستخدام من فترة، يعني أنا أشوفهم الصراحة ما أعرف كيف للحين ماشيات أصلا، يعني وايد جدا. هاي المشكلة هنا، يوم تدخلون في المانجمنت هذا يبدأ يستوي وايد مكلف بشكل فظيع. بس هل أنا عندي أي لونز أصلا؟ لا ما عندي قروض. أوكي، بس السالفة أنك تدفع على شيء جديد مكلف أصلا في كل الأحوال. القطار حسه جديد مستوى،
مع أن هذا بدأ أكثر الثروة بدأت من عند هذا. هذا شو أخباره؟ ثلاثة ما يكفون. لحظة خلنا نشوف خليل فيول تركس. فيول تركس نبدلهم في الأيدد نزيه ونشتري غيرهم ستة أوكي عشان يوزعون الفيول كله. ما ينفع بالطريقة هاي جدام. بس لا في شغلات قديمة عندي وايد أنا يعني أكثر من خلكم من هاي الأوكي. هاي الإيداد هاي المعالة منو عندي الفارمز المزارع هاي كل إيداد هاي الإيداد. لا أوكي وضعهم أوكي بس في شغلات قديمة صح صراحة يبالها تبديل. في شغلات وايد قديمة خلنا نشيك عليها حبة حبة ونشوف شو الجديد. كرود اويل 2 مو بشغل الخط المشكلة ولا موجود موجود مكان ما زين. هاي المعالة هاي اللي بالهم تبديل الصراحة مليون ونص اوكي زين 3 مليون وشوية خلنا بنوع المركبة 1 2 3 4 5 احتاج 5 ب600 ألف وقولوا 570 ألف معناه يبالي حسبة والله لا يبالي حسبة 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 يبالي حسبة عدلة يعني مش حسبة عادية بعد ف لأنه وايد بصرف بالطريقة هاي 1,200,000 يبالي مش هذا 1,200,000 أحمد وود لأنهم جدام من زمان ما استثمرت فيهم أنا من زمان ما استثمرت فيهم. خلنا نبدل أكثرهم عشان نقدر نبدل ونبدل الأخير نتعرف ماني قبل شيء كان عندي فلوس فلوس وايد قاعد تنزل تطلع بشكل غير نظامي والله زين غير منتظم. عندي غيره هي هاي بعد وحدة يبالها تبديل أوكي أحمد تولز أوكي روك ماين أوكي لانكس أوكي مستركشن أوكي كله أوكي. الباقي الباقي ما عندنا مشاكل وياه بس اللي عندنا مشاكل هذا وايد زحمة المدينة هاي حرام ما قاعد تطور والله قاعد تطور نايس نايس على التطور والله وايد أوكي تبون سلك موضوعها ممتاز أوكي. خلوني أشوف إذا أزيد الإنتاج هذا لا أريد إنتاجه وايد خلاص هذا هذا من الشغلات اللي بدأت تتطور بس الشغلات اللي ما تتطور لحين هاي وبها تطور هذا لازم يتطور بعد على فكرة هذا تطوره مرة واحدة واللي هو ممتاز جراف سماله هذا البروديوس هذا الشبت أوكي هذا يحسب على الستوك اللي باقي مثلا هاي يشل ويعطيه 97 بس وين باقي السفن مالي؟ ليتني استخدم رفع عودة ايه هذي لما هم اخذ 100 بعد في وحدة هذي هاي بعد ربحانة معناه كلهم ربحانين معناه الانتاجية وايد ارتفعت معناه وايد 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 زين وايد حلو صراحة يعني انزين هذا معناه نقدر ننتقل للخطة التالية سلسلة المطارات اللي نحن يعني اتخطط لها انا من فترة صح فخلنا ننتقل لسلسلة المطارات اوكي الحين سكتون الحين خلنا نشوف سكتون ايربورت انزين بنحطي في تعديل بنضيف عليه باسنجر تيرمينال اوكي والباسنجر تيرمينال راح يودينا من سكتون لمدينة ثانية اللي هي هالطيارة وبنسوي لاين ثاني سكتون تو منو تو خليل حلو
يعني الحين عندي شغلتين هاي تون فيصل سكتون اير تو خليل. اوكي بنبدا نحط الطيارات بنشوف الجراج طياره واحده تو سكتون تو فيصل طياره واحده ما عندي فلوس الطياره غالي والله 2 مليون تقريبا بس المفروض طلع سعرها لانها بتتم فتره طويله على فكره مش فتره قصيره فبنسوي سكتون بعد اير تو خليل بس مفروض أجل مشروع خليل بصراحة ولا أقول خلنا أشتريها سكتون تو خليل فيصل تو خليل أوكي معناه إذا نشيك اللينات هني سكتون فيها طيارة تو فيصل فيها طيارة أوكي ومعناها لازم نحتاج هني باص بس بس باص واحد باصين يعني لأنه لك هذا هني معناه بنسوي لاين لين هني بس اللي هو هذا بيكون سكتون اير بورت بس حلو هذا بيكون سكتون اير بورت بس وبنحط فيه باص واحد يمكن او كمش العشرة باصين اوكي سكتون ايربورت باص وينه هذا بس يبهم هني خلهم ينزلون بنزيد المساحة اللي هني اظني ما احتاج حتى المساحة هاي كلها بس عندنا ميزة أهم ميزة في العالم اللي هي الفلوس إنزين فالحين صار عندنا مجموعة طيارات حلو اللي هو قوم بسكتون أيوة هاي اللي يشلون عشرة هاي يشلون عشرة بيشلون نص أوكي هاي تو خليل تو فيصل I don't know صراحة بس لازم نسوي في هذا المطار شوفوا شوي في تعقيد الموضوع بس أظني عادي زين خلنا نعدل هذا المطار نحط فيه مال باسنجرز زين ونحط هنا ترام في المدينة كامل بحط ترام في المدينة كلها الحين كل شيء لازم يتبع تعديل ترى خلي يمر في الوسط مر لين هني ولين هني المين ترام ستيشن اللي هو هذا بيكون بيكون هني بنفس التقاطع انا اسوي تقاطع ثاني اوكي تقاطع ثاني وبنطور الشارع ماله بعد ترام خليه يستوي ترام وبنحط مبنى يطلع لنا ترام احس اللعبه بتعلق خلنا سيف انزين الحين اللي بيستوي كالتالي سلسلة المطارات اللي حاول انشأها انا شوي بسوي لنا ازمة هاي واحد اوه نسيت احط ايش اسمه محطات وقوف واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست انا اسوي زوم ان سبع وبيرجع مره ثانيه فمعناه اللاين هذا ستيشن واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع اوكي وين المشكله عندنا مشكله عندنا شارع مش مطور
زين ها معناها المحطة هاي تغطي هاي تغطي هاي تغطي هاي تغطي يعني ها المحطة راح ألغيها. الحين راح يستوي عندي شو اللاين هذا 6 7 8 7 بنشله زين وبنسير تشوف الشوارع اللي ما تطورت الى ترم شوي. الموضوع مرات يرفع الضغط شوي. اوكي هذا حصلت مكان الترك اوكي. الحين المفروض فرضيا نحن خلنا نسير على الترم نضيف عليه لاين بعد واحد هذا ستيشن. اها عندنا مشكلة هني. خلاص فشو بسوي دام عندي مشكلة هني؟ بطور هذا اللاين زين وأوصل هذا اللاين بشارع لين هني. فلوس المال شو؟ آه ها هذا المزرعة بتخرب الدنيا. المزرعة بتخرب أبو الدنيا هاي. لهالسبب هذا مش قادر يلف يمين. خلنا نشوف الشارع. الشارع دمران خبر. زين خلنا نسوي شارع جديد او نستعمل هذا الشارع. موصولين عادي يشتغلون اوكي بس خلاص اهم شيء. زين اوكي الحين كيف نقدر نسوي نيو ستوب وقفة جديدة مع هذا. انزين الحين نقدر نسوي هنا كليك اد ستيشن بعدها هنا ما قاعد ينتقل ترى بالطريقة هاي. اوكي يعني معناه حصرنا المشكلة هنا. انزين خلنا نني هنا زين هذا معناه في مشكلة في الشارع. خلنا نكسر الشارع هذا مو مشكلة عادي. اوكي وني بالترم مرة ثانية داين وما يتوصل. انترستنج وايد انترستنج. مدينة غريبة والله كل شيء فيها غلط. شوفوا ما قاعد توصل. خلنا نهدم نمسح كل شيء من أول وجديد زين ونضيف ستيشنز من هنا لين هنا لين هنا لين هنا لين هنا وهني تستوي الخربطة. أيوه الحين أوكي الحين وايد اوكي. بس الحين شو ابغى اسوي؟ ابغى اوصل هذا في هذا اذا امكن واعدل على اساس انه يستوي خط ترام. فايوه يستوي لفه حول المدينه كامل. الحين عدل الحين ممتاز. الحين نقدر ناخذ 4 ما بنحتاج اكثر من 4 حاليا للتي ام تي لاين 1 خلنا غيره تي ام تي ترام. اوكي نطلع روح شوي. انزين الحين بسوي خط بينه وبين مدينتي انا مدينه خليل. بنسوي ايربلين لاين بين هذا المدينه وبين خليل. اوكي ام تي اير تو خليل. بس بعرف الخط هذا وين رايح قبل. انزين
وأطلع من أي مكان عادي طرف، أطلع من هني طيارتين من المسافة وايد بعيدة إلى تي إم تي إير تو خليل. أوكي معناه لازم يجيب الناس الحين من خارج المدينة عن طريق المطارات. سلسلة المطارات شوي تعور راسي جماعة الخير، شوي راسي قام يعورني. إنزين هذا وين صدر أكل الحين؟ أوف اكتون فود امبورت يا حبيبي، كم قاعد يطرش له. بنزيد الطيارة واحدة مش غلط، سكتون فود امبورت ويبلقبت طيارتين زيادة. اوكي في تعاون وايد بين مدينتين هاي شكله، طيارتين زيادة ست طيارات بس وايد. هذا معناه الحين هني بيبدأ المطار يستوي مش زحمة اللي بعده. زي الحين بذكرك شيء ثاني، لأن هذا مسوي لي زحمة، كل شيء دقة كريك مسوي زحمة. إنزين هذا معناه الحين أنا كنقل جوي يا حبيبي على الخربطان يا حبيبي يا حبيبي. هذا وين بيصير؟ تو خليل، ما حد بيروح فيصل. مدينة فيصل تيربورت تو سكتون ايربورت فيصل. اوكي هذا بيروحون سكتون من هني، اكثر ناس يشردون من المدينة هني. ليش؟ عندهم كل شيء، بيتطورون شوي شوي بيتطورون مو مشكلة. بس هذا زين، الزحمة اللي جاية في الفود عليه هذا قاعد تطلع ناس زيادة، معناه الخطوط البحرية مالي لهم لسكتون مفروض تبدأ تطلع فلوس شوي شوي. اوكي وخليل بورتس اللي هي يروحن لهناك لمدينة خالد طلعون فلوس، وهي رجع يطلعون فلوس. انزين خلنا نسوي زوم اوت عساس نقدر نشوف الخريطة كامل كل شيء فيه، ترك المسهم زوم اوت كل ما يتغير. انزين خليل ايربورت ما في زحمة الحين صح؟ شوي قاعد تطيح المبيعات تذكر، مشكلة الطيارات قامت تستوي غالية وايد. زين سكتون فود اوكي قاعد يسوي شغل، بس الحين بعد اتصور لازم اربح من الصوبين رايح راد، بس مو مشكلة عادي خلوه برايح الحين. زين وين التول مالنا؟ اوكي عقب ايرتو خليل اللي يشيل ناس، وين سكتون ايرتو هذا؟ اوكي قاعد يشيل ناس. اوكي حلو، معناه قاعد يعبي الطيارات، معناه نحن في الفائدة قاعدين نزيد اقتصاديا يعني. فالحين شو الفريبور عندي؟ علي سيتي فيصل هاي، تشوفوا كيف الحين الكارغو وهذا شو الوضع عندهم، شو النمو مالهم متسارع. هذا اي مدينة؟ خليل كابيتال. اوكي 30 فيصل اوه واحمد طه وايد قاعدين ينمونه، معنا الهدف كلك انت نمي هاي 90% ترى. ها عندي وايد يعني المزرعة هاي تحمست شكلها. انزين عنا بعد نحن كان هني المربط الفرس كان كله عنا هني، قلنا نحن نسوي تجارة ناجحة وسوينا تجارة ناجحة. الحين شو ممكن نسوي؟ انا بخبركم نزيد الشغلات اللي داخل على مدينة خليل. اول شيء اكل، اكل هذا هني شو اخباره؟ ما بقادر يلحق على الشيبنج، قاعد ينتج والله، قاعد ينتج قاعد ينتج وايد بعد، وقاعد يستلم اكثر بعد، بس هذيل ما قاعد يتطورون لسبب من الاسباب. بس فك هذا عنده في الستور دائما قاعد ينتج. هذا وين رايحين؟ تي ام تي ايرتو خليل. واو هاي الوايد زحمة سووها. بس اذا انا عندي الطيارات الثانية وين خليل؟ هلا نسوي زوم اوت. خليل اير تو منو ايربورت؟ هذا اي خط كان الاخضر؟ الاخضر اللي يروح مدينة فيصل. بما انه ما قام تستوي زحمة وايد بشل طيارتين، زين بشل طيارتين بوديهم خليل تو تي ام تي. شوفوا زحمة ما بين هالثنين، بشل طيارتين بوديهم هناك. الحين مربط الفرس كله انه شو عندنا نحن هني زحمة خرافية، فلازم حركم وايد زحمة. مثلا الحين مو عندي زحمة لفيصل،
مدينة فيصل استوى زحمة أماكن ثانية، بس لازم أخلي الخطوط شغالة في حال يبي أحد يبي يروح، بس أقدر أرد أوزع نفس الطيارات بدل ما أسير أخسر من أول وجديد. عرفتوا كيف أفكر هالمنطقة وسعها بعد أساس ما يرجعون من آخر الدنيا، ولأنهم يرجعون من آخر الدنيا بعد مش غلط ترى، خاصة هني شو اسمه. بس كيف ما عندي أكثر من سفينتين؟ لحظة ويت تويت أطري أعرف كم سفينة عندي أنا. خليل بورتس عندي ثلاث سفن، وينهم؟ أقدر أطورهم لسفن كبار هاي أسرع وأقوى، بس ما بيشلون فيول. لا بيشلون فيول صح. 3 مليون سمول هارب، لازم أحط لارج هاربر، ما يستوي بالطريقة هاي. 32 كيلومتر، هاي الكم 25 كارغو تايب أول كارغو، يشل 130، سرعته أكثر أفضل. ريبليس بدلناهم خسرنا 4 مليون، بس هاي المفروض يسوون بيرفورمانس أقوى بكثير. شوفوا مفروض، لكن بعد تكلفتهم عالية. مدينة خالد شو أخبارها؟ قاعد تكبر فيها شيء؟ والله طلع فيها عماير، بس العجيب أن مدينة أحمد طه قاعد تنمو، ما قاعد أسوي لها وايد أنا، أنا مفروض أسوي لها أكثر. والقطار شغال، بس مدينة علي قطارها شوي خسارة مشروع صراحة. احس اني بسكر المشروع هذا. بس ليش؟ في سبب، في سبب انا ما قاعد انتبه له اذا بالطريقه هاي، لان انا ها واحد من الاسباب اللي مديت لهم مواد بناء على اساس انه يكبرون زياده، بس الحين اذا اقدر اجيب لهم بلاستيك وهذا، واللي هو موضوع كبير وايد طويل جدا 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 جدا، مو بيكفينا الحلقه هاي، وايد ضيعت الحلقه انا على شغلات صغيره يعني، ضبط الأمور الصغيرة. الحين خلنا نشوف توتل. أوه هني شو فيه؟ أقدر أسوي سفينة لهني، وأقدر أسوي أويل أطرش لهنو، ما من فايدة أطرش لحد الأويل. بنتطور، مصير أتطور، بس أنا عندي ترامز هنا بطورها، ما طورتهم فترة. أظني محتاج ترامز توت في مدينة خليل. هي سيتي ترام، إنه وايد ناس عندي تتنقل. راماتي شوي أقدم من إيدات، 19-20. أي ترام هذا؟ أيفان؟ هذا خلاص خلص انتهى. هذا رخيص وأقدر أبدله في هذا، وأقدر أزيد من هذا. خالد ترام مش غلط، خالد اوكي ما عليه. خليل ترام اوه ردي عندي انا زايد مسوي الكبار بعد اوكي. ثمانية يكفون، ما اظني بحتاج اكثر من ثمانية. بحتاج اكثر من ثمانية اصلا؟ لا ما احتاج، انهم قاعد يشلون كل حد ويوزعون الناس على حسب الموجود. والله لا بحتاج اثنين زيادة، صبر. خليل ترام 1-2 وبي، خلينا نحط ترامات زيادة. أبا عندي كم محطة أنا بخليل رام؟ 6 محطات، 8 أوكي، 10 حد يوقف حد يشيل حد في الطريق، إلا إذا بزيد، لأن المطار في عندي زحمة. والتو تي ام تي، خلينا نحول طيارات حاليا هناك. خليل ايربورت 1-2، خلي هناك 3 طيارات بس ما يبون يجون عندي. تي ام تي اوكي، نعرف طياراتنا وين الحين، خلاص كلهم بيروحون تي ام تي. زحمة هناك، هذا في ناس، في ناس يعني في زحمة بس مش وايد، خفت شوي. فالحين النهاية اللي ساكنين اخر الدنيا اظن يبون يدخلون طيارة، بعدين ما عندهم مسيرة ثانية، حتى هذيلاك ما عندهم، بس هاي الشارع ما عندهم حتى يمكن. اي والله شارع ما عندهم مساكن. ايه شو اخبار الاكل؟ المطار هذا قام يستوي زحمة يا جماعة، وايد زحمة مطار تي ام تي. يا جماعة وصلنا لنهاية الحلقة. المهم مشكورين
على متابعة الفيديو هذا، لا تنسون فجروا القناة، لايكات، شير، سبسكرايب إلى آخره. نشوفكم إن شاء الله تحقق خادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.